أخبار اليوم. متى سيشعر المواطن بتحسن الخدمة المقدمة؟ المواطن بدأ يشعر بتحسن بسيط في الخدمة المقدمة ليه، سواء في السكة الحديد أو سواء على الطرق، ولكن يعني أعتقد على النهاية على شهر 12، يعني نهاية 11 وأول 12 هيبتدي يشعر بتحسن أكثر وتحسن ملحوظ. اللي أنا عايز أقوله إن كل شهر هيعدي التحسن هيزيد أكثر، وده طبيعة العمل في مشروعات النقل، لأن طبعا أنت عارف إحنا بنشتغل على مستوى الجمهورية مرة واحدة، فبوزع الإمكانيات والمجهود على مستوى الجمهورية، فالتحسن بيبقى ملحوظ بس مش كتير مرة واحدة، مش تحسن حاد، تحسن تدريجي. فده إن شاء الله أنتم بتراقبوا معانا، المواطن بيراقب معانا، إحنا إن شاء الله بقى لينا خطة، الخطة دي معرفة ومقدرة بمصروفات ومفتوحة لأي حد يراقب معانا ويحاسبنا إن شاء الله. سيادة الوزير، هل أنت راضي عن إدارة أزمة السيول والأمطار الأخيرة؟ أنا راضي جدا، وأنا بشكر فريق العمل اللي اشتغل فيها، لأن فريق العمل زي ما أنا بقول اشتغل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولية اللي هي مرحلة الإعداد للأزمة، وبدأناها قبل منها بفترة، جهزنا زي ما أنا بقول مخرات السيول، جهزنا اللي هي الأنفاق اللي بتعدي المية، اللي هي عدايات المية، راجعنا معداتنا وإمكانياتنا. دي مرحلة ما قبل الأزمة، ثم دخلنا في مرحلة الأزمة، كنا متواجدين هناك مع أطقم رقابة من الوزارة ومن الهيئة على أطقم التنفيذ اللي موجودة. أدرنا الأزمة، مفيش ولا طريق عطل أكتر من ساعة أو ساعة ونص، يعني مش عايز أقول ساعة ونص، أكتر من ساعة، كنا بنستنى بس لما السيل يبطل ونشيل إذا كان في إطماء جه من الجبل بنشيله. مرحلة ما بعد الأزمة احنا شغالين فيها حاليا، اللي هي حاجة اسمها ذاكرة الأزمة، وإيه اللي حصل في الأزمة، احنا كنا مفروض نزود إيه، نحط معدات فين. يعني احنا اكتشفنا ان احنا في خلال الأزمة كان مطلوب مننا ان احنا نعاون المحافظات، وده خارج مجالنا، واحنا عاوناهم فعلا، فاكتشفنا ان احنا محتاجين معدات اضافيه نجيبها معانا، هي مش هتشتغل على الطرق السريعه ولكن هتشتغل داخل المحافظات عند الطلب. ده اللي هي مذاكره الازمه والاستفاده من الازمه. انا بقول اي حاجه هنتناولها بتخطيط وبعلم وباداره هتؤدي الى نتائج هائله ونتائج مضمونه، وربنا هيساعدنا ما دام احنا خدنا بالاسباب ان شاء الله. يا سياده الوزير بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. شكرا سيادتك.